من بين حاضر الإبداع اللحجي وقوافي الشعر والصوت الشقي وبأروع الأناشيد الثورية التي أشعلت روح الحماسة بين الناس، تميزت الأغنية اللحجية بنضالها الوطني ومساهمتها في مختلف مراحل الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني للخلاص من عبودية وبراثين كل أشكال الظلم والاستعباد. الكثير من الروائع من كلمات صالح فقيه وكلمات صالح نصيب وغيرهم من الشعراء، كل ذلك ساعد على إلهاب حماس الجماهير في تحقيق الثورة والنهوض بالوطن. مكتب الثقافة بمحافظة لحج وهو يحتفي بالذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر، إنما أراد بذلك أن يعيد للأذهان دور الأغنية اللحجية المؤثر في إلهاب حماسة وهمم الشعب بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية لتقوده وتدفعه لحمل السلاح ضد العدو ابتغاء للخلاص منه ونيل الحرية. نذكر بأن شعراء لحج أسهموا في هذه المناسبة، وكانت الكلمة لها دور قبل أن تأتي الطلقة وقبل أن تأتي الرصاصة. طبعا هنا ردفان في فمي كل ثائر هي من إبداعات عبد الله السبيت التي تغنينا بها، وقد جاءت مواكبة مع ثورة 14 من أكتوبر ولها دور كبير في تعبئة الحس الجماهيري لدى أبناء شعبنا. تعدت الأغنية الوطنية اللحجية حدود البلاد لتصل إلى أصقاع الوطن العربي، فقد ذهب العديد من الفنانين والشعراء أمثال عبد الله هادي السبيت وحسن عطا وغيرهم من الأدباء والكتاب في لحج، وحملت الأغنية الوطنية هموم الوطن والمواطن في دعوته إلى مقاومة الاستعمار البريطاني في أنحاء الوطن العربي. والأغنية اللحجية كان لها كثير من تغنى الشعراء مثل عبد الله هادي السبيت الجزائر ومصر وجميع الدول العربية ليبعث لهم الحماس ليلتحقوا بالسلك العسكري وينتفضوا ضد الاستعمار البريطاني في جميع الدول العربية. كان للأغنية اللحجية صدى في قلوب الثائرين وصوت الثوار قبل أن يسمع المستعمرون زئير الرصاصة الأولى التي شقت جدار الصمت واخترقت عزلة أسوار الخوف وأعلنت الكفاح المسلح حتى تحقق النصر على المستعمر بعدما جثم على صدر الشعب 129 عاما. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.